بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي النهارده نبتدي مع بعض ثالث درس من دروس الابيثيليوم، الا وهو الابيثيليال سيل بولاريتي. وهنعرف بعد شويه يعني ايه بولاريتي، وهنشوف مع بعض ازاي ربنا هيهيئ الخليه علشان تقدر تقوم بوظيفتها. خلينا الاول نقول مع بعض هو يعني ايه كلمه بولاريتي. بولاريتي معناها ان الخليه بتاعتي لها ثلاث أسطح. اللي هي إيه الثلاث أسطح؟ السطح العلوي اللي بقول عليه الإبيكال سيرفس، تاني حاجة السطح الجانبي اللي بقول عليه اللاترال سيرفس، وتالت حاجة السطح السفلي اللي بقول عليه البيزال سيرفس. متفقين معايا إن التلاتة سيرفس دول ما هم إلا سيل ميمبرين بيتكونوا من بروتينز. متفقين معايا برضو إن أكيد نوع البروتين اللي موجود في الإبيكال مختلف عن اللي موجود في اللاترال، مختلف عن اللي موجود في البيزر. وده ليه؟ لأن أكيد برضو أنت متفق معايا إن الإبيكال سيرفيس من الخلية له وظيفة تختلف عن اللاترال، تختلف عن البيزر. فبالتالي كل جزء أو كل سطح من الخلية هيبتدي إن هو يغير في تركيبه، يغير في شكله عشان يقدر يقوم بالوظيفة المنوط بيها. زي كده بالظبط، أما أنت تكون رايح تقدم في وظيفة، فبالتالي بتهيئ نفسك عشان تقدر إيه؟ ها؟ عشان تقدر تتقبل أو تقوم بهذه الوظيفة. فبالتالي أنا عندي تغيرات بتحصل في التركيب والشكل بتاع كل جزء أو كل سطح من الخلية عشان يقدر يقوم بالوظيفة المنوط بيها، وهو ده اللي اسمه الإبيثيليال سيل بولاريتي. يبقى إذن تعالى مع بعض نبتدي بأول تغيرات في التركيب بتاع الخلية اللي هو مخصوص بالجزء العلوي أو السطحي أو اللي بقول عليه الإبيكال موديفيكيشن بتاع الخلية. زي ما هنشوف إن الإبيكال بارت بتاع الخلية بيغير في شكله بتلات حاجات. أول حاجة إن هو بيعمل لي حاجة اسمها مايكروفيلاي، تاني حاجة إن هو بيعمل حاجة اسمها ستيريوسيليا، تالت حاجة بيعمل حاجة اسمها سيليا. نبتدي مع بعض أول حاجة عندنا اللي هو بقول عليها المايكروفيلاي. يعني إيه كلمة مايكروفيلاي؟ مايكروفيلاي عبارة عن فينجر لايك بروجيكشن من الخلية، زي كده بالظبط صوابع طالعة من الخلية، بالظبط هي شبه إيه؟ شبه الصوابع. finger like projection طالعه من الابيكال سيرفيس او من السطح العلوي بتاع الخليه. الابيكال بروجكشن دي بتكون نان موتايل، يعني ليست لها القدره على الحركه. طيب هي يا ترى البروجكشن دي بتتكون من ايه؟ يعني قلبها دي، الصوابع دي محشيه بايه؟ محشيه باكتين فيلامنت. طيب انا عايز اعرف دلوقتي ايه وظيفه الصوابع دي؟ والله أنا عندي قاعدة، أي projection بروزات طالعة من الخلية، أي irregularity، أي fold وظيفته إن هو يزود surface area، يزود مساحة السطح بتاع الخلية. هيزوده بإيه بالظبط؟ هيزوده عشان عملية الabsorption أو الامتصاص. طيب أنا عايز أعرف دلوقتي هي عملية الabsorption دي بتحصل فين؟ يعني المايكروفيلاي دي هلاقيها فين؟ اكيد زي ما احنا اخدنا قبل كده ان عملية الابزوربشن دي بتحصل اولا في الانتستين، في الامعاء. وقلنا قبل كده عشان تحصل عملية الامتصاص انا بعمل ايه؟ انا عندي الفوت، الاكل بيكون من مولوكيولز كبيرة، بكسرها المولوكيولز الصغيرة وبعدين اودي المولوكيولز الصغيرة دي او الجزيئات الصغيرة دي على البلد. هو ده المقصود بعملية الابزوربشن. فأنا هنا بعمل إيه بالمايكروفيلاي؟ أنا بزود مساحة السطح المعرض لإيه؟ للنيوترنت بتاعتي. نيوترنت اللي هي إيه؟ يعني اللي هو الكربوهيدرات، البروتين، الحاجات اللي هي موجودة في الأكل. فأنا هنا بزود المساحة المعرضة للنيوترنت دي. ومش كده وبس، هي نيوترنت دي عشان أكسرها أنا محتاجة إيه؟ محتاجة إنزيمات، إنزيمز.
digestive enzymes، انزيمات هضمة. الدايجستيف انزيمز دي بتبقى موجودة فين؟ بتبقى موجودة على المايكروفيلاي نفسها. فإذا هنا أنا عملت إيه بالمايكروفيلاي دي؟ أنا مش بس زودت مساحة السطح المعرض للنيوترنت، لا ده أنا كمان زودت عدد الدايجستيف انزيم اللي هي إيه؟ اللي هي موجودة على السطح بتاع المايكروفيلاي. اتفقنا؟ طيب خلي بالك، احنا اخدنا كمان ان عملية الابزوربشن بتحصل في مكان تاني غير الانتستين، اللي هو المكان التاني اللي اسمه ايه؟ الكيدني تيوبيولز. فاكرين لما جينا اخدنا في السيمبل كيوبويدل وقلنا ان السيمبل كيوبويدل ده مكان بيحصل فيه الايون اكستشينج، قلتلكوا وقتها ان بيحصل ايه؟ ان الخلايا بتاعت الكيدني تيوبيولز بتاخد الايونات اللي لسه جسمي محتاجها وتوديها على البلد. فطالما اخدت حاجة وديتها على البلد، يبقى انا هنا عملت عملية ايه؟ عملية برضو ابزوربشن، عملية ابزوربشن. فعشان كده برضو في الخلايا بتاعت الكيدني تيوبيولز انا محتاجة برضو ايه؟ مايكرو فيلاي، عشان ازود مساحة السطح المعرض لايه؟ معرض لايه؟ لل فلويد بتاعي اللي ايه؟ اللي بيحتوي على الايونات دي اللي هتاخدها الخلايا وتوديها على البلد. اتفقنا شباب؟ نروح لتاني موديفيكيشن في الابيكال سيرفيس بتاع الخلية اللي اسمه ستيريوسيليا. وكلمة ستيريوسيليا يعني ايه؟ ستيريو يعني ثابت، وسيليا اللي هي سيليا. فمعنى كده انا ممكن استنتج من الاسم ان هي عبارة عن تركيبات، عبارة عن سيليا لكنها ثابتة غير متحركة، لان احنا زي ما شفنا قبل كده ان السيليا دي ايه؟ بتتحرك عشان تحرك طبقه من الفلويد فوقيها. فالعلماء اول ما شافوها افتكروا انها سيليا لكنها غير متحركه، لكن بتقدم العلم لقوا ان التركيبات دي قلبها بيحتوي على اكتين فيلامنت، على اكتين فيلامنت. فاذا هي ليست بسيليا، لان السيليا زي ما اخذنا قبل كده مع السيل بتتكون من مايكروتوبيول وليس اكتين فيلامنت. فطالما هي قلبها بيحتوي على اكتين فيلامنت، يبقى هي ايه يا شباب؟ هي عباره عن مايكروفيلاي، الا انها اطول من المايكروفيلاي وبتبقى متفرعه. فطالما هي مايكروفيلاي، يبقى ايه وظيفتها؟ نفس الوظيفة بتاعت المايكروفيلاي، بتزود مساحة السطح المعرض للامتصاص. امتصاص ايه بالظبط؟ خليني اقولك ان الستيريوسيليا دي بتبقى موجودة في الابيثيليوم بتاع الميل جينيتال تراكت، اللي هو كان نوع ايه لو تفتكره؟ سودو ستراتيفايد كولامنر ابيثيليوم لكنه نانسيليتد. امال ايه الشعر اللي طالع منه ده؟ لا، اللي طالع منه ده هو ده الستيريوسيليا. لو تفتكروا لما جيت شرحت لكم الابيديديمس اللي هو البربخ، تمام، قلت لكم وقتها ان الابيديديمس ده المكان اللي بيتخزن فيه السبيرم، تمام، وقلت لكم برضو وقتها ان السبيرم ده يا شباب لما بيجي يتكون في التستس بيبقى ليس له قدره على الحركه، بيبقى ليس له قدره على الحركه، فبتيجي التستس وتفرز سائل. السائل ده بيجي ينقلك الحيوانات المنوية من التستس لحد ما توصل للإبيديديمس عشان تتخزن فيها. طيب هو السائل ده مين اللي بيحركه؟ بتحركه المصل العضلات اللي هي بتبقى موجودة في القنوات الناقلة للحيوانات المنوية. فإذا العضلات دي هي اللي بتحرك لك الفلويد، فبالتالي الفلويد ده حينقل لك السبيرم لحد ما يوصل للإبيديديمس عشان يتخزن جواها. طيب الخلايا دي السودو ستراتيفايد بتاعت الإبيديديمس بتعمل أبزوربشن لإيه؟ خلاص ما هي بانت، هتعمل لك أبزوربشن للفلويد، للسائل اللي هو مصاحب لمين؟ للحيوانات المنوية، وانس إن هي وصلت للإبيديديمس علشان تتخزن. خلاص أنا مش محتاجة دلوقتي إيه؟ السائل ده بتاعي، خلاص هو إيه؟ نقل الزبون لحد المكان اللي هيقعد فيه. فهتيجي الخلايا دي تقوم عاملة إيه؟ تعمل لك بالستيريوسيليا بتاعتها أبزوربشن لل فلويد ده، ها، ويجي السبيرم يتخزن في الابيديديمس. اتفقنا يا شباب؟
نروح لتالت موديفيكيشن عندنا اللي هو سيليا اند فلاجيلا. والسيليا اند فلاجيلا دي عبارة عن بروزات بروجيكشن طلعة من الابيكال سيرفيس بتاع الخلية، لكن هذه البروزات بتبقى مطايل متحركة بعكس المايكرو فيلاي. هو ليه السيليا والفلاجيلا اتحطوا مع بعض؟ اتحطوا لان هما الاتنين ليهم نفس التركيب مع اختلافات. فلو جينا شفنا اول حاجة السيليا بتاعتي، هلاقي ان السيليا كده بتطلع من الخلية زي منظر الشعر بالظبط، بقول عليها hair like processes زي الشعر، وبتبقى اطول من المايكروفيلاي، وبتبقى في الخلية الواحدة عددها كتير، يعني دي عبارة عن مجموعة من الخلايا، تمام؟ كل خلية عليها ايه؟ عليها سيليا كتير، عليها شعر كتير، فلكل خلية بيبقى ليها عدد كبير من السيليا. طيب امال الفلاجيلا عبارة عن ايه؟ الفلاجيلا دي عبارة عن الديل بتاع السبيرم بيقول عليه فلاجيلم. التركيب بتاعه زي السيليا، بيختلف ايه عن السيليا؟ ان هو بيبقى اطول وبيبقى واحد فقط لكل خلية. طب هي فين الخلية دي؟ ما هي السبيرم ده شباب بيعتبر خلية، الحيوان المنوي ده هو خلية، فالفلاجيلا دي بتبقى طالعة منه بتبقى واحدة فقط في الخلية، لكن السيليا بتبقى ايه؟ عددها كبير لكل خلية وبتبقى أصغر. تعالوا بقى ونشوف مع بعض التركيب بتاع السيليا أو الفلاجيلا. السيليا دي جمع مفردها سيليم، والفلاجيلا دي جمع مفردها فلاجيلم، فنشوف التركيب بتاع كل واحد فيهم. لو تفتكروا يا شباب ان احنا كنا قلنا قبل كده في السيل ان السيليم دي عبارة عن مايكروتوبيول، وكانت بتشاع من السنتريول، لان احنا كنا على السنتريول ان هو مايكروتوبيول اورجانيزنج سنتر، مكان بيشاع منه المايكروتوبيول. فالمايكروتوبيول هنا هتشاع من السنتريول اللي بيبقى له اسم هنا بقول عليه البيزل بودي. فالبيزل بودي ده عبارة عن سنتريول، بس ما هوش سنتريول واحد، لا ده ريبليكيت اوف سنتريولز. يعني ايه ريبليكيت اوف سنتريولز؟ يعني كذا سنتريولز جنب بعض. لو تفتكروا هو السنتريول كان عبارة عن ايه؟ عبارة عن 9 تريبلت من المايكروتوبيول. يعني ايه 9 تريبلت اوف مايكروتوبيول؟ يعني عبارة عن 9 مجاميع من المايكروتوبيول، كل مجموعة بتتكون من 3 مايكروتوبيول، فيبقى المجموع بتاعي 9 في 3 27 مايكروتوبيول. طب هو البيزل بودي ده موجود فين؟ موجود في الابيكال بارت بتاع السيتوبلازم. يعني ادي السيتوبلازم بتاعي موجود في الابيكال بارت بتاعه، في الجزء العلوي بتاعه. طب هو ليه اتسمى بيزل بودي؟ اتسمى كده لان هو موجود عند البيز بتاعه الجزء الثاني من السيليا او الفلاجيلا اللي انا بسميه الشافت او الاكزونيم، وده الجزء اللي بيبقى بارز من سطح الخلية. هو ده الجزء اللي بيبقى بارز من سطح الخلية. طيب الشافت او الاكزونيم ده بيكون من ايه؟ لو جينا شفنا المقطع العرضي بتاعه هلاقيه بيكون من 9 دبلت من المايكروتوبيول. يعني ايه 9 دبلت؟ يعني 9 مجاميع من المايكروتوبيول، كل مجموعة فيها 2 مايكروتوبيول وليس 3. وبس كده؟ لا مش بس كده، ده في النص كمان في 2 مايكروتوبيول بقول عليهم سينجل مايكروتوبيول. يعني ايه يعني ايه كلمة سينجل مايكروتوبيول؟ يعني 2 مايكروتوبيول منفصلين عن بعض، مش زي في كل مجموعة بتلاقي ان الاتنين مايكروتوبيول متصلين ببعض، لا ده هنا بتلاقيهم منفصلين عن بعض. فإذا المجموع الكلي في الشافت عندي بيبقى كام؟ 9 في 2 ب18 و2 يبقى كام يا شباب؟ 20 مايكروتوبيول. طب هو الشافت أو الأكزونيم ده طلع منين؟ مين اللي عمله؟ المايكروتوبيول أورجانيزينج سنتر، المكان اللي بيشاع منه المايكروتوبيول، اللي هو مين يا شباب عندي؟ اللي هو عبارة عن البيزل بودي، اللي هو عبارة عن السنتريول. اي دكتورة ايمان، بس دلوقتي احنا قلنا ان السنتريول ده 9 تريبلت من المايكروتوبيول، لكن الشافت بتاعي عبارة عن 9 دبلت اوف مايكروتوبيول. ازاي حصل كده؟
ببساطة شديدة، أنا عندي من كل مجموعة من كل تريبلت في 2 مايكرو تيوبيول أهم هم جم وناموا على فوق، طولوا على فوق. طب والتالت؟ لا التالت ما نماش، فبالتالي عمل لي الدبلتس بتاعتي. طب يا دكتورة إيمان الاتنين اللي في النص دول ظهروا منين؟ مين اللي جابهم؟ الاتنين دول بقول عليهم دينوفو سنسز. يعني ايه دينوفو سنسز؟ يعني خلقوا من العدم، خلقوا من العدم. اتفقنا شباب؟ وتالت جزء عندي من المايكروتوبيول، سوري، من السيليا والفلاجيلا، بقول عليه الروتلتس. الروتلتس، وما معنى روتلتس؟ روتلتس تصغير روت، تصغير جذر. جذر هو الروتلتس ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن رادييتنج مايكروتوبيول. يعني مايكروتوبيول كده طالعة من البيزا البادي، ها، وايه ومتشعبة كده، رادييتنج مايكروتوبيول. طيب هي ايه فايدتها؟ والله أسألك، هو إيه فايدة الجذر بتاع النبات؟ إنه بيثبت النبات في إيه؟ في التربة. فإذا الروتلتس هو كمان هيعمل إيه؟ هيثبت لك السيليا في إيه؟ في السيتوبلازم. هيثبت لك السيليا في السيتوبلازم. فإذا يا شباب، الجزء المتحرك من السيليا أو الفلاجيلا هو عبارة عن الجزء اللي بارز من سطح الخلية بتاعتي، اللي هو عبارة عن الأكزونيم أو الشافت. اتفقنا؟ وزي ما احنا شفنا قبل كده ودرسنا مع بعض ازاي السيليا بتحرك لك طبقة الفلويد اللي بتبقى موجودة على السطح بتاعها. زي ما قلنا قبل كده، اي سيليا موجودة في اي خلية وظيفتها انها تحرك طبقة الفلويد اللي موجودة على السطح بتاعها. واخدنا قبل كده اكزامبل اللي هي موجودة فين لو تفتكروا؟ في الريسبيراتوري سيستم، النشيد القومي للريسبيراتوري سيستم، سودو ستراتيفايد سيليتد كولامنر ابيثيليوم ويذ جوبلت سيل، اللي بتفرز لك الجوبلت سيل المخاط اللي بيلزق فيه التراب، اللي يجي السيليا تحرك المخاط ده بالتراب اللي لازق فيه تطرده لك بره الريسبيراتوري تراكت على سبيوتم أو بصاق. فالجزء اللي انت شايفه عمال يتحرك ده اللي بارز من الخلية هو ده عبارة عن الشافت أو الأكزونيم. نفس الكلام يا شباب بالنسبة لمين؟ للسبيرم. السبيرم أو الحيوان المنوي بتاعي ده الهيد، وده الفلاجيلم بتاعته اللي هي بتبقى ايه؟ اللي هي عبارة عن الأكزونيم، ها، أو الشافت. وبص ازاي بيبقى ايه؟ متحرك بالمنظر اللي انت شايفه ده، فبيحرك لك السبيرم بالظبط كده عامل زي السمكة. اتفقنا؟ فده يخليني اقول ان لو في اي مشكلة في السيليا او الفلاجيلا هتعمل لي عارضة اسمها إيموتايل سيليا سيندروم. يعني ايه؟ يعني في ناس بيتولدوا بميوتيشن او بطفرة جينية في البروتين اللي هو بيكون السيليا والفلاجيلا. ازاي؟ انت فكرك السيليا او الفلاجيلا بتتحرك ازاي؟ انا عندي الشافت بتاعي اهو، الناين دبلتس اوف مايكروتوبيول والتو سنترال سينجلت، تمام؟ لو تيجي تشوف كل مجموعه من المايكروتوبيول هتلاقي فيه دراعين طالعين منها اهو بالمنظر ده، عامل زي الخطاف كده بالظبط. اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان اول ادي مثلا المجموعه دي مايكروتوبيول، هتيجي تتزق فتقوم زقه المجموعه دي، فتقوم دي زقة دي ودي زقة دي ودي زقة دي، فالزقة دي كلها تعمل لك ايه؟ حركة في السيليا بتاعتي او الفلاجيلم بالظبط كده، كأنك جايب عربيات مرصصة ورا بعض، جيت عند اخر عربية قمت زقتها فكل العربيات ايه؟ اتزقت على بعض. نفس الفكرة، فعشان المجموعة دي تزق المجموعة دي لازم تمسك فيها بالدراعين اللي انت شايفهم دول. الدراعين دول عبارة عن بروتين، احيانا البروتين ده بيكون غلط او ما بيكونش خالص، زي مثلا المنظر احنا شايفينه ده مفيش الدراعين دول اصلا، فبالتالي السيليا او الفلاجيلا بتفقد قدرتها على الحركه. فلما تفقد قدرتها متوقع ايه اللي يحصل؟ متوقع لو فلاجيلا في التيل بتاع السبيرم ما بتتحركش، فالراجل ده هيبقى عنده ايه؟ هيبقى عنده انفيرتيليتي، عقم. ليه؟ لان السبيرم بتاعه ما بيتحركش، فبالتالي مش قادر يوصل للفيميل جينيتال تراكت عشان يخصب البويضه. ومش كده وبس،
السيليا بتاعتي احنا مش سائلين انها بتحرك لك في الريسبيراتوري تراكت بتاعتك الميوكس اللازق فيه المخاط. فتخيل ان السيليا دي فقدت قدرتها على تحريك المخاط اللي فيه التراب، هيحصل على المخاط ده ايه؟ انفكشن، ميكروب. فينتج على الميكروب ده ايه؟ كرونيك ريسبيراتوري انفكشن، اللي هو التهاب مزمن في الجهاز التنفسي. والعارضة دي مشهورة جدا بتتسمى كيرتاجنر سيندروم، كيرتاجنر سيندروم. اتفقنا شباب؟ ده كده جدول مقارنة عملته لكم ما بين المايكروفيلايل والستيريو سيليا والسيليا، حاسبها لو حد عايز ياخدها سكرين شوت. كده احنا خلصنا الابيكال موديفيكيشن، ونروح بعد كده على البيزل موديفيكيشن اللي بتبقى موجودة في السطح السفلي بتاع الخلية. وأول موديفيكيشن عندنا اللي بقول عليها البيزل انفولدينجز. يعني ايه بيزل انفولدينجز؟ يعني البيزل سيرفيس بتاع الخلية، السطح السفلي اللي قاعد على البيزمت ممبرين، بيبتدي ان هو يعرج، يعمل لك تعريجات زي اللي انت شايفه بالمنظر ده. طب وايه فايدة التعريجات؟ انا لسه قايلة اي بروزات، اي تعريجات فايدتها ان انا ازود بيها مساحة السطح. هزود بيها مساحة السطح لايه بالظبط؟ لايه؟ لعملية تبادل الايونات اللي هتحصل ما بين الخلية وما بين البلود فيسلز اللي قاعد تحت البيزمنت ميمبرين بتاعها. وعشان يحصل تبادل للايونات انا بحتاج في السطح السفلي بتاع الخلية بامب صوديوم بوتاسيوم بامب. البامب دي بتحتاج ميتوكوندريا عشان تديها انرجي عشان تشتغل، فانا هنا بالتعريجات دي عملت ايه؟ زودت مساحة السطح للصوديوم بوتاسيوم بامب. واسالك هي عمليه الايون ترانسبورت دي بتحصل فين؟ زي ما اخذنا قبل كده بتحصل في كيدني تيوبيولز. بص التالت مره بتتكرر معانا كلمه كيدني تيوبيولز، لان هي دي اللي بيحصل فيها عمليه الايون اكستشينج ما بين الخليه وما بين البلاد فيسل. يبقى انا كده ممكن مع بعض كده نشوف ال كيدني تيوبيولز كده تجميع الكل اللي خدناه بتعمل ايه. الكيدني تيوبيولز دي بتتكون من خلايا زي ما قلنا عباره عن سيمبل كيوبويدال. الكيدني تيوبيول الابيكال بارت بتاعها زي ما قلنا في مايكروفيلاي، والبيزل بارت بيحصل فيه بيزل انفولدنج. الخلايا دي قاعده على بيزمنت ميمبرين، وتحت البيزمنت ميمبرين بيبقى فيه بلاد فيسل. زي ما قلنا قبل كده ان الدم بتاعك اللي تنقى في المحطة الأولانية بتاعت السيمبل سكويمس اللي خدناها في الإبيثيليا بيجي بعد كده ها ويتحرك. فتيجي الكيدني تيوبيولز تقوم عاملة إيه الخلايا بتاعتها؟ تاخد الأيونات اللي أنا جسمي محتاجها زي الصوديوم. هتاخدها بإيه؟ بالأبزوربشن عن طريق المايكروفيلاي بتاعتها الموجودة على الإبيكال سيرفيس. وبعد كده تقوم جاية من البيزل سيرفيس بتاع الخلية عن طريق الصوديوم بوتاسيوم بامب، تقوم ايه واخد الصوديوم ده ومدخاه ومودياه على البلاد فيسل، على البلاد فيسل بالتبادل مع ايه؟ مع البوتاسيوم. يبقى كده ربطنا الكيدني تيوبيولز ببعض. من فوق فيها مايكروفيلاي تعمل بيها ابزوربشن للايه؟ للفلويد اللي محتوي على الصوديوم. ومن تحت بيزل فيها البيزل انفولدنج اللي بيزود لي مساحه السطح للصوديوم بوتاسيوم بامب، واللي هتبامب الصوديوم على ايه؟ على البلاد فيسل عشان ترجعه لي تاني ان اكستشينج مع البوتاسيوم. فعملت هنا في البيزل سيرفيس عمليه ايون اكستشينج. اتفقنا شباب؟ نروح على تاني موديفيكيشن عندنا اللي هو اسمه البيزمنت ميمبرين، المصطبة اللي قاعدة عليها الخلية. ايه ده، هي دي موديفيكيشن؟ موديفيكيشن ليه؟ لان الابيثيليال سيل نفسها هي نفسها بتفرز البيزمنت ميمبرين، هي نفسها بتفرزه وتقعد عليه. هو البيزمنت ميمبرين ده موجود فين؟ موجود ما بين البيزل سيرفيس بتاعة الابيثيليال سيل، السطح السفلي الابيثيليال سيل، وما بين الكونكتف تيشو او النسيج الضام اللي تحتها.
هو يا ترى البيزمنت ميمبرين بيتكون من ايه؟ بيتكون من طبقتين. اول طبقه بقول عليها البيزا اللامينا، البيزا اللامينا، وده الطبقه دي اللي انتم شايفينها دي بتتكون من ادهيزيف جلايكوبروتين. يعني ايه ادهيزيف جلايكوبروتين؟ يعني جلايكوبروتين عامل زي السمغ، زي الجلو كده بالظبط، بيلزق لك الابيثيليال سيل عليه فتقعد عليه تلزق. تاني طبقه عندي اللي اسمها الريتيكولار لامينا. يعني ايه ريتيكولار لامينا؟ لامينا يعني طبقه، ريتيكولار يعني شبكه. يعني دي هتبقى منطقي كده عباره عن طبقه من ايه؟ من شبكه. شبكه من ايه بالظبط؟ من كولاجين فايبريل. يعني ايه كولاجين فايبريل؟ اكيد انتوا سمعتوا عن الياف الكولاجين، دي عباره عن الياف بس رفيعه قوي قوي اللي انت شايفها دي. الالياف دي بتيجي وتقوم لفه حوالين كولاجين تخين موجود في الكونكتيف تيشو اللي تحت الابيثيليوم، اللي هو ده اللي هو المخطط ده. فلما تيجي تلف حواليه كده بالمنظر اللي انت شايفه ده، فهي عملت ايه؟ جات ثبتت لك البيزا اللامينا في الكونكتيف تيشو اللي تحتها، او بمعنى اصح ثبتت لك الابيثيليال سيل نفسها اللي لازقه في البيزا اللامينا في الكونكتيف تيشو اللي تحتها. يبقى انا دلوقتي لما اجي اقول هي ايه وظائف البيزمنت ميمبرين، اول وظيفه ان هو بيعمل لي ستراكشرال اتاتشمنت. يعني ايه ستراكشر اتاتشمنت؟ ما قلت من شويه بيربط لك الابيثيليال سيل بالكونكتيف تيشو اللي قاعد تحتها. تاني حاجة إن البيزمنت ميمبرين بيشارك في عملية الفلتريشن، الفلترة. إيه ده؟ الفلترة اللي إحنا خدناها في الكدني، فلترة الدم في الكدني؟ ما خلي بالك الخلايا اللي مسؤولة عن عملية الفلترة بتبقى قاعدة على بيزمنت ميمبرين. البيزمنت ميمبرين ده يا شباب مش حاجة صماء، لأ ده حاجة ليها أخرام بحجم معين، ليها تشارج يعني شحنة معينة. فبالتالي على حسب حجم الأخرام دي وعلى حسب الشحنة هتسمح لي بحاجات إنها تعدي وحاجات ما تعديش. ومش كده وبس، ده كمان البيزمنت ميمبرين بيشتغل أو بيشارك في تكوين حاجة اسمها تيشو سكافولد. يعني إيه؟ يعني البيزمنت ميمبرين بيشتغل كسطح، كسطح تنمو عليه الخلايا وتتحرك. زي في إيه كده بالظبط؟ لو أخذنا كده مثال أثناء عملية الووند ريبير. يعني الووند ريبير؟ يعني حضرتك مثلا لو جيت اتعورت في الجلد بتاعك، تمام؟ الجلد بتاعك فيه طبقة من الإبيثيليوم بقول أسميها الإبيديرمس، بتكون من خلايا، خلايا في طبقات زي ما أنت شايف بالمنظر ده. فحنقول إن أنت جيت اتعورت مثلا تعويرة سطحية، سطحية يعني في الإبيديرمس. فالتعويرة دي نتج عنها ايه؟ نتج عنها وجود جاب، فجوة ما بين الخلايا. فعشان الووند دي يحصل فيها هيلينج تلتئم، لازم الجاب دي ما تكونش موجودة. فايه اللي يحصل؟ لازم تتملى بخلايا. طب الخلايا دي هتيجي منين؟ هتيجي زي ما خدنا قبل كده في الستيم سيل، ان في خلية جذعية بتبقى موجودة ما بين خلايا السكين، بتبقى موجودة في انو طبقة بالظبط، في الطبقة البيزل من الخلايا بتاعت السكين. بتيجي الخلايا الجذعية دي تتكاثر وتدي لك خلايا الجلد الجديدة. فخلايا الجلد الجديدة اللي طلعت تبتدي انها تتحرك، ها، وتملالك الجزء بتاعي ده اللي من تحت. طيب الأجزاء اللي فوق دي هتتعوض ازاي؟ هيجي لها خلايا منين؟ ما هو ببساطة شديدة، الخلايا الجذعية دي هترجع تتحول تاني، تنمو وتديك خلايا جلد جديدة. فالخلايا اللي تحت تتحرك على فوق، خلايا جديدة طلعت، فالخلايا دي تتحرك على فوق، خلايا جديدة طلعت، الخلايا دي على فوق، تقعد الخلايا تتحرك 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 على فوق لحد ما تملالك الجاب ده. فإذا البيزمنت ميمبرين ده اشتغل هنا كإيه؟ اشتغل كمرشد عشان الخلايا الجديدة اللي طالعة من الستيم سيل تبتدي إن هي إيه؟ تبتدي إن هي تتحرك عليه، تتحرك عليه، وبظهور خلايا جديدة من الستيم سيل، ها، تبتدي إن هي تتحرك على البيزمنت ميمبرين وتحرك لك الطبقة الجديدة دي لفوق، ويليها الطبقة دي لفوق، والطبقة لفوق، الطبقة لفوق لفوق، لحد ما تملا لك هذا الجاب. مش كده وبس، دي كمان خلايا او البيزمنت ميمبرين بيشتغل كبارير او عائق ضد انتشار الخلايا السرطانيه او مرور الخلايا السرطانيه من خلاله. ازاي؟ هنفترض مثلا ان انا ادي الابيثيليوم بتاعي
وإن في مريض حصل له تغيرات في خلايا الإبيثيليوم، يعني الخلايا ابتدى يحصل فيها تغيرات سرطانية. اتفقنا؟ يعني بمعنى إنها زادت في العدد وحصل لها تغيرات في التركيب ناحية إنها تكون خلايا سرطانية. كل ده حصل والخلايا قاعدة عادي خالص على البيزمت ميمبرين. البيزمت ميمبرين هنا اشتغل كعائقها، منع إن الخلايا السرطانية دي تيجي وتعدي من خلاله. فهنقول إن المريض ده بالصدفة البحتة راح للدكتور لأي سبب، عمل له منظار وأخد منه عينة من النسيج ده، تمام؟ وجا فحصها لقى إن فيه خلايا سرطانية موجودة لكنها لسه قاعدة على البيزمت ميمبرين. البيزمت ميمبرين ما خلهاش تعدي من خلاله. فالمرحلة دي اللي تم فيها اكتشاف المرض بقول عليها إنسايتو كانسر أو كارسينوما إنسايتو. يعني إيه؟ يعني كانسر قاعد في مكانه ما قدرش إن هو يعدي البيزمت ميمبرين، وده أفضل مرحلة يتم اكتشاف الكانسر فيها. أفضل مرحلة يتم اكتشاف الكانسر فيها. ليه؟ لأن بعد كده خلايا الكانسر هتزيد التضاعف بتاعها وهتتوحش وهتتغول وتتغلب على قدرة البيزمنت ميمبرين إن هو يعقها، وبالفعل هتيجي وتعدي البيزمنت ميمبرين، تلاقي تحت البيزمنت ميمبرين تلاقي فيه النسيج الضام اللي بيحتوي على البلاد كابيلاريز، فتقوم داخلة فيه. ها، وطالما راحت على البلاد معنى كده إن الورم حصل في إيه؟ ميتاستاسيز أو انتشار، وكده اتنقلنا من مرحلة كويسة لمرحلة أخطر. اتفقنا شباب؟ وآخر بيزل موديفيكيشن عندي اللي هو اسمه بيزل سيل تو ماتريكس أدهيجن أو الهيميديزموزوم، واسمحوا لي إن الجزء ده هشرحه مع اللاترال موديفيكيشن بتاع الخلية المحاضرة الجاية إن شاء الله. اتفقنا شباب؟ بذا نروح آخر حاجة للسؤال بتاعنا، Where is the opposite structure found؟ مطلوب مني إيه؟ إن أنا بص على الستركتشر ده وأعرف ده عبارة عن إيه؟ إيه اللي قدامي ده؟ مقطع عرضي أو بالعرض زي ما احنا شايفين أهو. شايفة فيه إيه؟ شايفة فيه 9 مجاميع من المايكرو تيوبيول. أدي مجموعة 2 3 4 5 6 7 8 9. عظيم. كل مجموعة أنا شايفة فيها إيه؟ شايفة فيها 2 مايكرو تيوبيول وليس 3، ومش كده وبس، ده كمان شايفة 2 سنترال سينجلت مايكروتوبيول، كل مايكروتوبيول لوحده أهو مش ماسكين في بعض زي ده. يبقى إذن الستركشر بتاعي ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن الشافت أو الأكزونيم بتاع الفلاجيلا أو السيليا. يبقى إذن أول اختيار عندي، هل ده ينفع ميتوتك سبيندل؟ لا، ميتوتك سبيندل ده عبارة عن راديتنج مايكروتوبيول. هل ينفع البيزل بودي بتاع السيليا؟ لا والله، البيزل بودي بتاع السيليا عبارة عن سنتريول، والسنتريول عبارة عن 9 تريبلت من المايكروتوبيول وليس 9 دوبلت، وما فيش السنترال سينجل ده أصلا. هل ينفع الكور بتاع الستيريو سيليا؟ لا والله، ده الكور بتاع الستيريو سيليا عبارة عن أكتين زيه زي المايكروفيلاي. يبقى إذن هل هو التيل بتاع السبيرم؟ فعلا هو عبارة عن التيل بتاع السبيرم، هو ده الستركتشر بتاعي بتاع التيل اللي هو عبارة عن الشافت أو الأكزونيم بتاع السيليا. يبقى دي الإجابة الصحيحة. كده يبقى خلصنا. Thank you، وشوفكم مرة جاية إن شاء الله.